كتير مننا دلوقتي بيتفرج عايز يعرف انا نسبي اعرفه ازاي. شوف سعادتك، يعني طبعا كل انسان بيبحث عن اصله طبعا، ويا سلام لو لقي مثلا او ثبت لي اني اصله من نسل الرسول صلى الله عليه وسلم. ان النفس البشريه طواق الكمال، الانسان طواق للمال للحكم للجاه، فما بال لما يطوق لنسب الرسول، فده شرف عظيم كل طبعاً مسلم يتمناه. فنرجع الموضوع، فبالتالي حصلت في مصر نقدر نقول يعني صحوة لتاريخ أو للبحث، لدرجة نلاقي دار الوثائق القومية الآن حاطة يافطة لا توجد بحث في الأنساب ولا مشجلات أنساب. أول ما تدخل سعادتك في الهول الاستقبال حتلاقي اليافطة دي. طب ليه بقى؟ كثرة المصريين للبحث عن جذورهم وأصولهم. طبعا في يعني احنا داخليا عايزين نعرف، دي حاجة جوانا عايزين نعرف. فبيروحوا كتير فراحوا قافلينها بيافطة، إنما مفيش ودي موجودة حاليا في دار الكتب المصرية. طبعا في أمهات المصادر المطبوعة والمخطوطة في النسب، ومصر طبعا عريقة العلم وعريقة المكتبات. فلاقي كثير من الباحثين، أنا يمكن من قبل عمري يعني من أوائل عمري ابتديت أبحث في دار كتب ودار وثائق ودار محفوظات وأرشيف الشهر العقاري، ثم انتقلت بعد كده للعيش وانتقلت لدول أخرى في المغرب وفي الحجاز، وهو بحثا عن أمهات المصادر والتوثيق والكتابة والتأريخ في هذا العلم. فنرجع إذن المسألة كيفية التحقيق اللي سألت السؤال. هنا لابد من الإنسان، مثل إنسان العادي يعني يمكن بيتكلم الاخوان الجمهور او المستمعين، بتقع اول حاجه لازم يبقى لديه موروث. الموروث بيبقى صكوك او حجج او اوراق في المكتبات الخاصه لديهم، دي بتبقى عامل لبدايه التعامل مع الموضوع. يبقى في تواتر واستفاضه من المحيط حوله، مثلا انسان في طنطا او في جنة في الصعيد بمعروف الاسر دي اني شريفه، بالاسر القبائل اللي حواليها القبيله دي او الاسر دي شريفه، تفاضل. اذا العلماء وجدوا الاستفاضه والشهرة إحدى قرائن إثبات علم النسب، لكن بيعوتها مثلا مزيد من الصكوك، مزيد من المشجرات النسبية، المؤرخين ماذا تكلمت عن هذه الأسرة أو هذه القبيلة، ثم بعد كده يبتدي البحث بشكل شخصي كأسرة بتنحدر. لابد أني يعني يكون لديه موروث. النسب ما بيجيش أصلي، ده متسلسل 1400 سنة تقريبا يا فندم، من عهد من سواء من نسل الإمام الحسن أو نسل الإمام الحسين. هنا طبعا الشرف بيطلق من بداية العهد الفاطمي تقريبا من القرن الثالث الهجري أو بعده. كان الشرف عادة قال أشراف العرب، ودي في مؤلفات فيها زي البلازري كتاب أنساب الأشراف. بعد كده انتقل للأشراف اللي زي ما قلنا قريش هم أشراف العرب إن ربنا اصطفاه. ثم بعد كده بني هاشم ذرية أهل الرسول صلى الله عليه وسلم اصطفوا أكثر، ثم ذرية الحسن والحسين في العهد الفاطمي قصروا تعريف مصطلح الشرف على ذرية الحسن والحسين. لكن طبعا كان بني هاشم كلهم زي جعفر ابن أبي طالب اللي هم الجعفريين، عقيل ابن أبي طالب العقيليين، كذا كذا في الأربع فروع الرئيسية. في العهد الفاطمي قصروا لفظ الشرف، إذا ما أطلق كلمة شريف على شخص فمعناه بينحدر للنسل الإمام الحسن أو الإمام الحسين. طبعا نزح كثير منهم مصر منذ الدولة الطولونية والإخشيدية، نزح كثير منهم. وأنا عندي كتاب يمكن يعني منشور حاليا، مش دعاية الكتاب يا فندم، دي مش دعاية الكتاب، لكن ده اسمه الأصول في من نزل مصر من ذرية الرسول صلى الله عليه وسلم. وكتبت ووثقت أمهات المصادر النسبية اللي وثقت من دخل مصر من ذرية الرسول منذ القرن الثاني الهجري إلى القرن الاثناشر الهجري. وليه وقفت يعني أسأل نفسي يمكن ليه وقفت عند القرن الاثناشر الهجري؟ إن حصلت فوضى عارمة في النسب في مصر في الفترة دي. يمكن الشيخ مؤرخين مصري الجبرتي توقف عن النقطة دي، ولكن الشيخ الجبرتي بيقول إن فلان ابن فلان ابن فلان ابن الشريف فلان، لا ده بيتنسب عن طريق جده، إزاي ده شيء عكس ما اتفقت عليه علماء الأمة. ليه؟ إن كان نقابة الأشراف كانت في دفات أوقاف ليهم لأولاد الظهور وأولاد البطون، يعني أولاد البنات وأولاد العصب.